اوكي، محاضرة اليوم ان شاء الله طلاب عن البي سي ار. اغلبكم يمكن سمع بالبي سي ار. البي سي ار هو اختصار لكلمة بوليمريز تشين رياكشن، يعني التفاعل البوليمريزي التسلسلي. وراح نعرف خلال المحاضرة ليش نسميه تسلسلي. في البداية خلي نعرف تعريف البي سي ار، شنو معنات البوليمريز تشين رياكشن، شنو معنات هذا التفاعل. هذا التفاعل هو باختصار تعمل تضخيم لقطعة من الدي ان اي موجودة بالعينة السريرية، مثلا بالبلاد او بالسبيوتم او بالمسحة مثلا اللي من الانف. مش راح نسوي لانه تركيزها هذه جدا قليل بالعينة، تحتاج انه تضخمها حتى تقدر تكشف عنها. فبيزيكلي التفاعل راح يكون هو amplification of specific regions of DNA present in a clinical specimen، يعني هي تضخيم قطعة خاصة من الدي ان اي موجودة بالعينة عينة المريض. هاي التضخيم راح يجعل انه من الممكن انه نفحص الكمية الصغيرة من الدي ان اي باستخدام انزيمات معينة. هذه الانزيمات تستخلص عادة من البكتيريا. هذا التفاعل كله اللي راح نعمله راح نسميه polymerase chain reaction. ليه سميناه polymerase؟ لانه استخدام انزيم يسمى البوليمرايز. راح نعرف هسه التركيب ومكونات هذا التفاعل. حتى تعمل هذا التفاعل وينتج عندك نتيجة وتكشف عن الفيرال جينوم سواء كان دي ان اي او ار ان اي، تحتاج الى عدة مكونات. من ضمن هذه المكونات اولا هي التمبلت دي ان اي. التمبلت يعني شنو؟ القطعة اللي انت تريد تضخمها. هاي مكتوب امامكم دي ان اي تو بي كوبيد، القطعة الدي ان اي اللي تحتاج انه تستنسخها. بعد تحتاج الى شنو؟ تحتاج الى تو برايمرز، باللغه العربيه اسمها الباديات. شلون يعني الباديات؟ لانه انت مثل ما تعرفون الدي ان اي هو عباره عن تو ستراند، دبل ستراند، شريطين. هاي الشريطين بعد ما نعرضها لدرجه الحراره العاليه وتنفصل، تحتاج انه انت ترجع تعيد بنائها من جد وجديد. فحتى تبنيها من جد وجديد تحتاج الى برايمرز، شيء تبدي بيه البناء. هذا البرايمر شو يكون؟ يكون كومبلمنتري، يعني متمم. شنو معنات متمم؟ متمم، خلي اطلع الصوره احسن. متمم شنو يعني طلاب؟ هسه مو هذا هو الشريط الدي ان اي الاول اللي انت استخلصته من العينه، سواء كانت دم او مثل ما قلت لكم مسحه من الانف او غيرها، بها شريطين. بعد ما تعرضها لدرجه الحراره راح يصير تنفصل ويصير عندك شريط واحد. البرايمر ايش راح يسوي؟ حيكمل لك هذا الشريط الاول اللي انفصل بإضافة نيوكليوتيد متممة. شنو يعني متممة؟ قلنا احنا شريط الدي ان اي يتكون من ادينين ثايمين يرتبط به وسيتوسين وجوانين يرتبط به. فانت اذا هذا الشريط هذا الجهة كانت متكونة من سيتوسين، يحتاج البرايمر انه يضيف له جوانين حتى يبدي يكمل الشريط الثاني. ارجع للسلايد السابق حتى نكمل المكونات. فقلنا اول مكون نحتاجه هو التمبلت دي ان اي. بعدها نحتاج الى تو برايمرز، باديات اثنين. ليش تو برايمرز؟ لان انت صار عندك شريطين فتريد تكمل الشريط الفورورد، سوري يسمونه الفورورد الامامي، والريفرس والعاكس. تحتاج ايضا الى نيوكليوتايد. هاي شنو هاي النيوكليوتايد؟ تعتبر هي البيلدينج بلوكس، كانما الطابوق اللي ترجع تبني بيه هذا البناء. لانه مثل ما عرفنا انه شريط الدي ان اي متكون من نيتروجينيوس بيز وشوغر وبالاضافه الى فوسفات جروب. فهذه النيوكليوتايد نختصرها بالدي ان تي بي اس اللي معناتها دي اوكسي نيوكليوسايد ترايفوسفيت. هذه هي تعتبر البيلدينج بلوكس، يعني هي اللي راح تبني لنا شريط الدي ان اي الجديد باستخدام الدي ان اي بوليمريز. واهم جزء تحتاجه ايضا في تفاعل البي سي ار هو الانزيم اللي يسمى بالدي ان اي بوليمريز او التاج بوليمريز. هذا التاج بوليمريز معروف بقابليته لتحمل الحراره العاليه، راح تشوفونها ممكن نعرضها الى حد 97 درجه مئويه. لهذا يوصف بانه هو هيت ستيبل، يعني ثابت في درجه الحراره العاليه. نحتاجه حتى نعمل يعني راح يقاوم درجة حرارة، عفوا الديناتوريشن اللي راح يصير في عملية البي سي ار. نرجع للفيجر، هو راح يوضح لنا هذا الكلام اللي نقوله. فهسه انت عندك
عينة استخلصت من عندها الدي ان اي، فش حصلت؟ حصلت دي ان اي سامبل. مثل ما قلت لكم هذا الدي ان اي سامبل حتكون تركيزها قليل وما راح تقدر تكشف عنها، لهذا راح تعمل لها بي سي ار. حتى تعمل بي سي ار تحتاج الى برايمرز، هذه البرايمرز هي تكون متممه لاشرطه الدي ان اي اللي موجود هنا، وتحتاج الى نيوكليوتايد. النيوكليوتايد اللي هي الاربع القواعد النيتروجينيه، الادينين، الثايمين، الجوانين، اند السيتوسين. بعد ايش نحتاج؟ نحتاج الى تاج بوليمريز، انزيم. هذا الانزيم ايش حيسوي؟ كانما يجمع هاي البرايمر وياخذ البرايمر والنيوكليوتايد داخل بفر معين، هذا البفر راح يحافظ لنا على الانفايرمنت كلها، هذه بي اتش معين. ونحتاج الى تيوب، كل هذه المحتويات تضاف الى البي سي ار تيوب وتوضع بهاي المشين. شو نسمي هذا المشين؟ نسميها ثيرمو سايكلر. من وضعناها بالثيرمو سايكلر، هي بصراحة هذا البي سي ار مشين هي عبارة شلون احنا نقول هيتر، لانه كل اللي راح يسوي هذا البي سي ار هو يعرض هاي درجة الدي ان اي والمكونات البقية الثانية الى درجات حرارة معينة حسب البرنامج. يكون حاوي على شاشة انت تبرمجه. ايش راح تبرمجه؟ راح تبرمجه انه يعمل ثلاث خطوات. الخطوة الاولى مثل ما هي ظاهرة امامكم بالصورة نسميها الديناتوريشن، اوكي، المسخ، او شلون نقول عملية الفصل. كيف تتم هذه العملية وليش؟ هذه العملية تتم بتعريض شريط الدي ان اي هذا امامكم اللي هو دبل ستراند واللي يكون متراص، تعرض الى درجة حرارة عالية ما بين 95 الى 97. هاي درجة الحرارة ايش راح تسوي؟ حتفصل لنا شريط الدي ان اي مثل ما ظاهر امامكم. هاي المرحلة ايش حنسميها؟ ديناتوريشن، يعني سوينا سيبريشن، فصلنا شريط الدي ان اي. ممكن هسه انتم تعبانين بس اللي تصير هي هالاشياء هذه عاده. تمام، ها يعني هسه لحد الان احنا عرفنا اول خطوه وهي الديناتوريشن، انه فصلنا شريط الدي ان اي بتعريضه لدرجه حراره عاليه، ايش قد؟ من 95 الى 97 انفصل درجه الحراره. انا ليش اريد افصل، عفوا، انفصل لشريط الدي ان اي؟ اريد افصله لان اريد استخدم كل شريط من هاي الاشرطه شلون نقولها بالعربي، كقالب ثاني يبني لي دي ان اي، شريط دي ان اي ثاني. فبدل ما انا كان عندي شريط واحد بيش راح انتهي؟ راح انتهي بشريطين اذا تشوفون هاي نهايه التفاعل. فخلصت اول خطوه وهي الديناتوريشن، بعد ما وضعت برنامج بداخل هذا الثيرمال سايكلر او البي سي ار ماشين، قلت له يفصل لي شريط الدي ان اي الى شريطين. اوكي، بعد ما فصل لي شريط الدي ان اي الى شريطين، راح اطلب من عنده انه يخلي لي درجه حراره. هذه درجه الحراره نسميها الانيلينج، مرحله الانيلينج. شنو مرحله الانيلينج؟ درجه حراره تقريبا من 55 الى 68، هذه هي الدرجه اللي تسمح بانه البرايمر اللي وضعناه هنا راح يلتصق ب او يرتبط عفوا بشريط الدي ان اي، ذن الاثنين اللي انفصلن الجديد، واحد باتجاه الفايف برايم يسمونه تو ثيرد برايم، والثاني بالعكس من الثيرد برايم تو ذيس فايف برايم. شنو معناتهم؟ من صار عندي شريطين، عادة الدي ان اي من يصير ريبليكيشن طلاب، ما الشريطين مو اثنيناتهم يصير تكاثرهم بنفس الاتجاه، لا، يصير واحد عكس اتجاه الثاني. لهذا البرايمرز تسمى، هذا الاول واحد نسميه الريفرس، هذا عفوا فورورد برايمر يعني الامامي، والريفرس برايمر والبادئ بالعكس. هذا البرايمر ما يرتبط بشريط الدي ان اي الا بدرجه حراره من 55 الى قلنا 68 تقريبا درجه الحراره، اعتمادا طبعا على البرايمر. يعني القصد شنو؟ اكو برايمر ب 55 درجه يرتبط، واكو برايمر لا ب 60 درجه ممكن يرتبط. راح تسالوني شلون اعرف انا يا درجه هي المناسبه للبرايمر؟ راح اقول لك، عاده هسه موجوده اونلاين برامج معينه تتوقع لك درجه الحراره اللي ممكن هذا البرايمر اللي عندك يشتغل باي درجه، اعتمادا على ايش قد مستوى ال شو يسموها النيتروجينيوس بيزز، القواعد النيتروجينيه. فهو حيتوقع لك انت ايش حسوي بالمختبر.
راح تجرب مثلا اول درجه حراره اقترحها هذا البرنامج. هو عاده مثلا انتم راح تشتغلون كتات بالكت مذكوره، مثلا يقول لك البرايمر هذا يشتغل بدرجه حراره 55، فتجرب اذا 55 واشتغل البرايمر خير على خير، ما اشتغل راح تجرب مثلا تصعد درجتين حتى تشوف صارت عندك نتيجه او ما صارت عندك نتيجه. فهذه هي الخطوه الثانيه اللي سميناها الانيلينج. الخطوه الثالثه احنا هسه اوكي ارتبط البرايمر الاول والامامي والعاكس الريفرس، هسه راح نوصل مرحله ثانيه شو نسميها؟ نسميها الاكستنشن الامتداد. يعني هذا شريط الدي ان اي الاثنين اللي صار نجدد اريدهم يكتمل الريبليكيشن مالتهم. فشلون راح يكتمل الريبليكيشن مالتهم؟ مو انا ضايف لها نيوكليوتايد، راح يجي هسه الدي ان اي بوليمريز مع النيوكليوتايد اللي عندي يكمل لي شريط الدي ان اي هذا. هاي المرحلة شو راح نسميها؟ extension بدرجة حرارة 72 درجة مئوية. هذا ال extension معناتها synthesis of a new strand. فباختصار مرحلة ال PCR تتكون من ثلاث خطوات. الخطوة الأولى denaturation وهي فصل شريط ال DNA الأصلي، بعدين ال annealing وهي ارتباط ال primer بال DNA الشريطين ال DNA الانفصلوا الجديد. آخر خطوة هي الإكستنشن الامتداد، وكل واحدة من هذه الخطوات لها درجة حرارة معينة. يعني مثلاً إذا أريد أغلطك بالامتحان شو أقول لك؟ أقول لك الديناتوريشن يصير بدرجة حرارة 72، صح لو خطأ؟ شو تقولوا لي طلاب؟ خطأ 95، قلنا 95، ليش بال 72 ما تصير؟ 72 عندي الاكستنشن يصير الامتداد. ولاحظوا ايضا انه بال 72 ما يصير انفصال للدي ان اي. انا اول خطوه ايش اريد؟ اريد اخلي هاي الدي ان اي ينفصلون حتى اعتبر اعتبر كل شريط من هاي الاشرطه اعتبره قالب الي جديد حتى ابني عليه شريط دي ان اي ثاني. تمام، هسه لحد هنا احنا فاهمين هالخطوات؟ لا اعيدها. هي من أول مرة ما تستوعبوها هلقى الطلاب، من ترجع تقرأها مرة الثانية، ترجع للفيديو تسمعها مرة الثانية، تقرأ المحاضرة، تصير ببالك المعلومة أكثر. تمام؟ تمام دكتورة. هسا هذا اللي صار عندنا كله، شو نسميها؟ نسميها one cycle، يعني دورة واحدة اللي حدثت على الدي ان اي. لهنا ايضا انا صح بديت بشريط واحد من الدي ان اي وانتهيت بشريطين، اذا تلاحظون هاي بالاكستنشن هنا هم مستوى وتركيز الدي ان اي هم راح اقدر اقيسه. بس راح اطلب من هذا الجهاز اللي هو الثيرمال سايكلر، راح اقول له هاي السايكل هاي الدوره كلها عيدها الي ما بين 30 الى 35 مره. فمن يعيدها من 30 الى 35 مره خلوا بالكم انت اول دوره انتهيت ب نسختين من الدي ان اي، فبعد 35 دوره صار عندك ملايين الكوبيز من هذا الدي ان اي الاصلي بالاول اللي انت استخدمته كعينه. فاذا اعيدها من 30 الى 35 دوره، يعني مو انت بايدك تعيدها، فقط تبرمج الجهاز الثيرموسايكلر انه يعيد هذه الخطوه اول مره، تنطيه اول برنامج تقول له الخطوه الاولى اريدها مثلا 95 الديناتوريشن لمده 5 دقائق، هك اريد عفوا الانيلينج اريدها بدرجه حراره 55 لمده مثلا كذا ثانيه، الاكستنشن اريده في الخمس دقائق، هاي تعتبر دوره واحده. ترجع شو تقول له؟ اضرب هذا اللي قلت لك عليه في 30 الى 35 مره حتى ينطيني دي ان اي نسخ اكثر توصل بمستوى انا اقدر اكشف عنه. هسه هذه هي الخطوات اللي ذكرت لكم اياها، انه عندنا ثلاث خطوات: denaturation, primer annealing و extension. مثل ما قلت لكم انه each cycle will take about a few minutes، تاخذ فد عده دقائق، لهذا نحتاج ان نسوي repeating للسايكلز حتى ننتج لنا كميات كبيره من specific DNA sequences بخلال مثلا ساعه. هاي السايكل ممكن نعيدها من 30 الى 40 مره حتى تنطينا التارجت دي ان اي ممكن يوصل اكثر من 10 فولد، يعني اكثر من 10 ملايين يعني نسخه من قطعه الدي ان اي اللي وضعت بالاصل. هذا ايضا شكل توضيحي يشوفكم شلون صار الدي ان اي
مثل ما قلت لكم دي ان اي هذا التمبلت جبته انت من العينه، سويت له استخلاص، ضفت له برايمرز اللي هي باللون الوردي، وضفت له نيوكليوتايد بالاضافه للانزيم، عرضته لدرجه حراره عاليه اللي هي ديناتوريشن فصلته، من فصلته ضفت البرايمر. هذا البرايمر يحتاج درجه حراره 55 حتى يرتبط بكل شريط، من ارتبط البرايمر بكل شريط راح نوصل مرحله الاكستنشن اللي هي بدرجه حراره 72. فشكل لي 2 DNA strand، بدل ما كان واحد بديت بيها صار عندي 2. راح تنعاد السايكل، هاي انتهت عندي دوره واحده، السايكل حترجع على هذا الDNA الجديد وهذا الشريط الثاني اللي اكتمل. فبدل ما صاروا 2 راح يصيرون عندي 4 وهكذا. لهذا الشيء يسموه هو chain، يعني سلسلة صارت عندي. polymerase لأن الإنزيم مستخدم، والchain لأنه قلنا هاي العملية كلها تنعاد أكثر من مرة، فلهذا سمي polymerase chain reaction. أوكي، أنا هسه ضخمت الDNA، كيف أعرف إن الDNA يتكون أو ما تكون؟ احنا هنا قطعة الـ DNA المضخمة الـ Amplified DNA نرحلها ترحيل كهربائي في جل معين. هذا الجل المعين راح يتحرك به الـ DNA حسب شحنة الكهربائية، نعرضه طبعا إلى درجة حرارة وشحنة كهربائية معينة، فيمشي الـ DNA بداخل الجل حسب وزن الجزيئي ويظهر لنا على شكل أشرطة أو باند إحنا نسميها، نشوفها تحت الـ UV light. هذا راح يكون هو هيك شكله طلاب. شنو هذا الأسود اللي تشوفونه؟ هو عبارة عن أجاروز، مادة الأجاروز. هاي مادة الأجاروز مثل الجل هذا اللي ناكله أو جيلاتين، شكله يعني حتى ملمسه. من تكمل الPCR بالتيوب تاخذ طبعا جزء من هذا الدي ان اي اللي تكون بالبي سي ار وتضيف له صبغه معينه مثل الاثيديوم برومايد وتنزله هنا بهذا الجل. هذا الجل راح يكون بهنا مثل الحفر، كل حفره تنزل بها مثلا فد 5 مايكروليتر من الدي ان اي. ماشي، نزلت الدي ان اي، بس تحتاج ايضا تحتاج الى دي ان اي ماركر. شنو يعني دي ان اي ماركر؟ هذا الدي ان اي ماركر يعني فد دي ان اي ستاندر معروف الاوزان الجزيئيه مالته، من يتعرض إلى درجة حرارة معينة وفولتية معينة، كهرباء معينة، تيار كهربائي معين، راح ينفصل هذا الـ DNA إلى أحجام معينة. فأنت شنو حتى أقارن الـ DNA الغير معروف اللي عندي بالوزنة، يعني قصدي وزن الـ DNA بالستاندرد DNA هذا اللي هو موجود أمامكم. فمن يمشي ويتعرضون اثنيناتهم من نفس درجة الحرارة ونفس التيار الكهربائي راح يترحل الـ DNA فيسموه الكتروفوريسيس. هذه العملية كلها نسميها الكتروفوريسيس، يترحل بداخل هذا الأجاروز ويوقف عند وزن معين. هذا الوزن المعين أقارنه بالستاندر وأقول هسه مثلا على سبيل المثال، هسه هاي ما واضح، هذا الـ DNA جاد أشير لكم عليه تقريبا وزنه يقارب وزن هذا الـ DNA الماركر اللي هنا. فإذا إيش أقول؟ أقول أنا هذا الـ DNA عندي اللي هو النون تقريبا وزنه 281 بيز بير حسب ما مذكور قدامي بالستاندر أقارنه. فبهذا أكون أنا عرفت. طبعا مثل ما تعرفون ويا كل تفاعل لازم أكو بوزيتيف ونيجاتيف كنترول حتى نشوف العمل صحيح أو لا. هذه الصورة هي للبي سي آر ماشين، مثل ما قلت لكم هي طبعا عبارة عن شلون احنا نقول هو هيتر عادي يكون حاوي على بليته. هاي البليته توضع هنا فيها البي سي آر تيوب وحاوي على شاشة. بهذه الشاشة تقدر أنت تبرمج هذا الجهاز حسب البرنامج اللي تريد يعمل لك بي ديناتوريشن وأنيلينج وإكستنشن طبعاً، وحسب درجة البرايمر. مثل ما قلت لكم البرايمرات عادة تشتغل من درجة حرارة 55 إلى 68 تقريباً 65، يعني هالحوالي أغلب البرايمرات تشتغل بهاي درجة الحرارة. اخير شيء البي سي ار بيش يفيدنا؟ ما هي الابلكيشن مالت البي سي ار؟ يعني بيش نستخدمه احنا؟ عاده يستخدم البي سي ار فور ديتكشن اوف فيري سمول اماونت اوف سبيسيفيك بكتيريا اند فيروسز ان تيشوز ميكينج بي سي ار انفاليبل فور ميديكال دايجنوسيس. يعني هسه احنا بالبي سي ار ما نقدر نستغني عنه في الفحص عن بعض
الجينومز الخاصة بالبكتيريا والفيروس على حد سواء. لوحظ أنه أيضاً الـ PCR يستخدم في الكشف عن الـ Human Genetic Diseases، مثلاً عندنا DNA sample أريد أكشف موجود هذا أكو في الجين معين بهاي الـ DNA أو ما موجود، أعمل له PCR. أيضاً يعتبر الـ PCR very important technique to forensic medicine، بالطب العدلي هاي عادةً نستخدم الـ PCR في تضخيم أو معرفة الـ DNA غير المعروف ومقارنته طبعاً بالداتابيز، أو مثلاً للكشف عن شو يسموه فحص الأبوة أو البنوة، يعني إذا حتى يقارنون هذا الطفل هو هذا أب الشرعي أو مو أب الشرعي، فهذا هو استخدامات الـ PCR بالـ Forensic Medicine بالطب العدلي. لهنا يكون خلص مختبر اليوم. إذا عندكم أي سؤال أنا حاضرة طلاب.